الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات الهيئة للمتقدمين الجدد. رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات خاصة في قطاع الصناعة. انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب رقم 2. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة. المزيد في التقرير التالي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة. وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقاة عليهم بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة. حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية. ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وذلك بحضور وزراء البيئة والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة. وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإسراع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة خاصة للمشروعات الصناعية، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بأي تعقيدات في الإجراءات، ومؤكدا أن ملفات الإنتاج والتشغيل والصناعة تعد ملفات أمن قومية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة السياحة والأثار خلال الفترة الحالية، وذلك بحضور وزير السياحة والأثار أحمد عيسى. وأكد مدبولي على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التي تتولاها وزارة السياحة حاليا لتنضم إلى قائمة المشروعات الضخمة على خريطة السياحة في مصر. وأوضح مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بالاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالمشروعات الأثرية التي يتم ترميمها وإعادة إحيائها بما يسهم في إظهار المنطقة بوجه عام في أبهى صورة.
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعنا اليوم لمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة الحفائر بالفسطاط ضمن مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، وذلك بحضور عدد من الوزراء. ولفت مدبولي إلى الاهتمام الذي يحظى به هذا المشروع من جانب الرئيس السيسي، والذي نستهدف من خلاله إبراز هذه المنطقة كحديقة تراثية، هذا فضلا عن دور هذا المشروع المحوري في إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية في أفريقيا. انطلقت فعاليات تدريب المصري السوداني حارس الجنوب رقم 2، والذي تجري فعالياته على مدار عدة أيام بمصر بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 10 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 20,000 مستفيد. تأتي هذه القوافل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.